بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده هنعمل لكم حاجات، اعتقد ان شاء الله الاسبوع هنعمل كل يوم مخبوزات، كل يوم مخبوزات عشان خاطر في انواع من المخبوزات صحيه جدا وفي انواع لها نكهات وطعم مختلف. فهنبدا النهارده بخبز ايطالي صيامي اسمه الفوكوشيا. خبز الفوكوشيا دوت عبارة عن دقيق وخميرة وشوية زيت زيتون، بس طعمه حلو جدا. تعالوا نشوف مقاديره وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي كوبايتين ونص من الدقيق، كوبايتين ونص من الدقيق، معلقة من الخميرة، معلقة اهو نجيب الحاجات بتاعتنا، معلقة من الخميرة، عندنا كمان رشة ملح، وعندي نص كوباية زيت زيتون وشوية مية دافية. ده مقادير الخبز. هقول تاني المقادير: كوبايتين ونص دقيق، معلقه خميره، وشويه نص كوبايه زيت زيتون، وكمان ميه دافيه لاتمام العجن، وشويه ملح. اظن ما فيش ابسط من كده. لكن الخبز ده بيبقى جواه زيتون او طماطم او روزماري، احنا النهارده هنحط الثلاث حاجات. يبقى الخبز ده جواه زيتون اسود او طماطم او زي ما قلنا روزماري. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنروح، لان ده الخبز ده احلى، يعني اهم حاجه فيه التكنيك بتاعه. هو مش خبز سهل كده، هنحط الدقيق وبعد كده نحط عليه المكونات يطلع معانا، لا ده بياخد ثلاث مراحل. الثلاث مراحل: اول حاجه زي ما قلنا حطينا الدقيق هنا، نحط عليه رشه الملح، شويه الملح، ونحط معلقتين من زيت الزيتون. هو في نص كوبايه زيت زيتون، هنحط معلقتين اهم من زيت الزيتون ونقلب. دي اول مرحله. يبقى انا حطيت هنا الدقيق كوبايتين ونص، حطيت عليهم معلقتين من زيت الزيتون، وبنقلب اول مرحله. وبعدين في نفس البوله اللي كان فيها الدقيق احط الخميره وادوبها في شويه ميه عشان تبقى سايله. نجيب كده مضرب وندوب الخميرة في شوية مية قبل الموضوع يعني، بس أنا حابب أوريكم كل التفاصيل. يعني قبل ما نيجي نخمر ندوبها بشوية مية قبلها بشوية كده ونسيبها. خلاص بقت عند الخميرة كده جاهزة. هنقلب مع بعض زي ما قلنا الدقيق والملح ومعلقتين زيت الزيتون، وبعد كده هنزل عليه بالخميرة المذابة، وبعدين استنى عليه شويه ونحط عليه ميه دافيه. ميه دافيه يعني انا عندي ميه سخنه اهي وعندي ميه ساقعه بدفيها. دفيها تبقى درجه حرارتها ما تتجاوز ال 25 درجه او ال 30 درجه. خلاص هزود السرعه وانزل الميه شويه بشويه. اول مرحله من مراحل العجينه، وبعد كده هجيب بوله فاضيه نظيفه وناخد هنا معلقه من زيت الزيتون. فاكرينها؟ فاكرين ان انا خدت عندي نص كوبايه خدت منها معلقتين على العجينه، خدت معلقتين على العجينه وحطيت معلقه في البوله هنا. نزود شويه ميه كمان، لغايه العجين ما يلم معايا، العجين ما يلم معايا يبقى كويس يعني. خلاص زود كده شويه. تاني هذكركم انا عملت ايه. انا حطيت كوبايتين ونص دقيق، عليهم معلقتين من الزيت الزيتون، وعليهم رشه ملح، وقلبتهم مع بعض. بعد كده دوبت معلقه الخميره في شويه ميه وحطيتهم عليهم، وبعد كده زودت ميه دافيه لغايه العجينه ما لمت معايا بقى الشكل ده اهي. شايفين العجينه طريه شويه يا شيف؟ طريقة شوية يا شيف. ألمها كده، نطلعها بالراحة، نحطها فوق معلقة زيت الزيتون اللي أنا حطيتها فين؟ على أو في البولة أهي، وأزود عليها كمان معلقة زيت زيتون. جميل. ونجيب حاجة ونغطيها بيها ونسيبها متغطية لمدة نص ساعة. دي أول مرحلة من مراحل الخبز ده. الخبز ده بياخد كذا مرحلة، فلازم نركز فيه لانه طعمه في النهايه
بيبقى رائع، بيبقى طعمه هش جدا. خلاص احنا خلصنا اول مرحلة، حطيت معلقة زيت الزيتون وحطيت عليها معلقة من فوق واغطيها بالبلاستيك، تطلع معايا بعد شوية بالشكل ده بعد نص ساعة اهو. ركزوا بقى باللي جاي، شايفين متخمرة وعليها زيت الزيتون اللي احنا حاطينه، ونسيب دي مكانها ونيجي هنا، شايفين الخمر اهو، درجة التخمير بتاعتي بقت جميلة جدا. هقلب ده مع ده، حاطين خلي بالكم معلقتين زيت زيتون اهو. ركزوا بقى في اللي جاي ده، بعد ما بقلبها مع بعضها كده تتشرب بيه، ويستحسن يكون في المكنة اهو. لما يختلط زيت الزيتون مع العجينة خالص وتتشربه، هاخده ارجعه في البولة تاني، بس البولة هكون عامل فيها ايه بقى اهو، حاطط معلقتين زيت زيتون تحت، واغطيها ببقية زيت الزيتون اللي عندي المعلقتين، واسيبها تاني تتخمر تخمير تالت. يبقى انا سبتها اول مرة تخمير اولاني، تاني مرة تخمير تاني، تالت مرة تخمير تالت، وبعد كده هفردها. ولكن انا يعني التخمير التالت ده مش يعني عايز وقت اكتر، فاحنا كان يعني وقتنا كان قليل قبل الهواء، يعني انا جهزت التخمير الاولاني فقط عشان ما ينفعش نعمل تخميرين قبل الهواء مباشره. خلاص كده انا حطيت كل زيت الزيتون، هيتشرب العجينه كلها، لازم العجينه تشربه، لازم. لو العجينه ما شربتوش تبقى العجينه مش ناجحه. ونجيب صينيه، مش محتاجين بقى لا ندهن او نعمل، لان فيها كميه زيت زيتون حلوه يعني اهو. يا مدام الهام، الخير يا استاذ يسري، اهلا بحضرتك، اهلا بيك. ازاي حضرتك يا استاذ؟ انا بخير والله، لما بسمع صوتك ربنا يخليك يا رب. كل سنه وحضرتك طيب، واسره حضرتك كلهم طيبين، وحضرتك طيبه الله يخليك يا رب. وكل ام طيبه، وكل جده، وكل سنه وام مصريه طيبه بخير يا رب. ربنا يخليك يا شيخ يسري، انا بشكرك والله العظيم ثلاثه على كل حاجه بتديها لنا، ومفيش حاجه بجد انا عملتها من حضرتك برضو الا لما بتطلع ناجحه جدا جدا. يا رب يخليكي، ده من ذوق حضرتك، ربنا يخليك يا رب، الله يكرمك. الله يخليك، بشكرك. وهو سؤال واحد اللي طالباه من حضرتك، وهني عروسه وعريس بس. الف مبروك لهم مقدما. انا بصي يا شيخ يسري، عايزه عجينه تصلح لكل حاجه في ايدي، بحيث تكون يعني انا عندي حشوه في البيت، اكون في عجينه قدامي سهله ان انا اطبقها على الحشو اللي عندي دوت. زي السمبوسك يعني؟ اه زي السمبوس، يعني زي الفطاير، زي القطايف المحشيه، زي عجينه، يعني عايزه حشوه تكون يعني متوفره عندي في البيت، وعجينه سهله في نفس الوقت اللي انا اطبقها ساعتها على طول. هقول لك على عجينه حلوه قوي، يبقى عندك دايما مقاديرها جاهزه، ما بتاخدش وقت. وعايز اهني الاستاذ محمود بشام وعروسته مروه بالخطوبه بتاعتهم يا استاذ يوسف. الف الف مبروك للاستاذ محمود. الله يخليك، من خلال قناه الحياه الجميله. وبشكر استاذ ياسر على المعامله الجميله وفكره لينا، ودايما فاكرنا بالعلم انت وهو يا استاذ. يا رب يخليكي، بشكرك، ربنا يكرمك، والف مبروك للعروسين، وان شاء الله يا رب كده بالرفاء والبنين، وتكون خطوبة سعيدة. وبشكر حضرتك على اتصالك الجميل وعلى كلامك الأجمل، وكل سنة وكل أمهات العالم طيبين، يا رب يخليكم. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ اهو بفردها في الصينية بتاعتي، مدورة مستطيلة ما فيش مشكلة اهو. شايفين بتفرد سهلة ازاي؟ لأنها مخدومة صح الصح. بعد كده اهو هنعمل ايه يا عمي مجدي؟ هنيجي كده نخرمها كده بايدينا، وناخد الروزماري نرش على الوش، ونخرم تاني، وناخد الزيتون. هي يعني اصولها تاخد اما زيتون يا اما روزماري يا اما طماطم، بس انا عملت لها ثلاث حاجات. الطماطم دي انا عملت فيها ايه؟ شويتها عشان تبقى طريه وما تنزلش ميتها على العجينه. بحط قطع من الطماطم كده في كذا مكان، وندخل الفرن تستوي معانا. بعد كده هوريكم شكلها عاملة ازاي، لان انا مجهز واحدة قبل الهواء. بعد ما هندخلها الفرن لازم ندي لها رشة زيت زيتون على الوش كده، وندخلها الفرن بعد كده درجة حرارة 200 لغاية ما تستوي معانا. وده شكلها قدامنا اهو. بعد ما سويناها وقطعتها
بالشكل ده. عايز اقول لكم طعمها رائع. عشان كده هنستاذنكم ناخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنشوف مع بعض كفته مختلفه ولكن مع صوص مشروم حلوه قوي، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قدامنا خبز الفوكاتشيا اللي احنا قلنا عليه، جربوه حلو قوي، وهو في نفس الوقت صيامي، هيعجبكم جدا. تعالوا مع بعض نشوف الاكله الثانيه، وهي كفته مشروم. كفته مشروم، كفته لحمه بالمشروم. اول حاجه عندي 750 جرام من اللحم المفروم ملبس، بس بنسبه بسيطه، يعني في تقريبا حوالي نص كيلو اللحمه ياخد 100 جرام او 50 جرام من الدهون عشان يبقى ملبس شويه. عندنا كمان بصلتين مبشورين ناعم قوي، مبشورين ناعم جدا، وعندي نص كوبايه بقسماط ومعلقه هريسه شطه ورشه بهارات ومعلقتين كاتشب وعدد 2 بيضه، يبقى ده خليط الكفته. لو عايزين تاكلوا الكفته كده لوحدها تاكلوها كده. تاني كيلو الا ربع لحمه ملبسه، عدد بصلتين مبشورين ناعم قوي، ونص كوبايه بقسماط ومعلقه هريسه شطه ومعلقتين كاتشب ورشه بهارات وعدد 2 بيضه، وطبعا هنتبل ملح وفلفل. اما صوص المشروم، صوص المشروم فهو عباره عن معلقتين زبده وبصلايه متقطعه شرايح ومعلقتين خل عنب، 2 معالق دقيق، و150 جرام من المشروم العادي و150 جرام من المشروم الشتاكي. لو مش موجود خلاص، يعني ناخد مشروم عادي مكانه، لكن لو عندنا الشتاكي دوت هو عباره عن مشروم مجفف بيتبل في الميه او بيتنقع في الميه بيبقى بالشكل ده. وعندي كوبايه من المرق. هقول تاني المقادير بتاعتنا، عندي زي ما قلت ومعلقه صويا صوص، في معلقه صويا صوص انا اسف. مقادير الصوص: معلقتين زبده وبصلايه متقطعه شرايح ومعلقتين خل عنب ومعلقتين دقيق، وكمان عندنا 150 جرام من المشروم العادي و150 جرام من المشروم الشيطاكي ومعلقه صويا، واخيرا كوبايه من المرق. وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هناخد اللحمه، نعمل الكفته لوحدها. هذه اللحمه زي ما قلنا ملبسه، عليها البصل المبشور ناعم قوي، بصل مبشور ناعم قوي، شويه ملح وشويه فلفل والبهارات وهريسه الشطه وكمان الكاتشب، وهنقلب كل ده مع بعضه. بعد كده هنحط البيضتين عليهم. تاني المقادير بتاعتنا اللي احنا حطيناها: لحمه ملبسه عليها معلقه هريسه شطه ومعلقه كاتشب وبصلتين مفرومين ناعم قوي وشويه بهارات وملح وفلفل وعدد 2 بيضه، ونقلب مع بعض. في لسه مكون ما حطيناهوش اللي هو البقسماط. انا البقسماط خليته للاخر ليه؟ عشان اشوف انا محتاج قد ايه اضيفه، محتاج قد ايه اضيفه فقط، مش محتاج احط الكميه كلها عليه. نحط شويه ونقلب. ده بس بيعمل عمليه ربط شويه للكفته عشان ما تبقاش طريه قوي. بعدين نحط شويه تاني ونقلب. شايفين الكفته بدات تتماسك معايا اهي كده، محتاجين نحط كمان شويه. واخيرا كده الكفته عندي جاهزه للعمايل. هناخدها ونروح على الشواية ونحط شوية زيت على الشواية. يا أستاذ عسكر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور الدنيا يا عم. الله يخليك، ربنا يخليك يا أستاذ عسكر يا رب. الله يخليك، الله يكرمك يا حبيبي. والنبي عاوزين حاجة فواكه البحر اللي زي العسل بتاعتك كده بس. حاضر من عينيا. الله يخليك. حاجة تانية؟ خاطر محمد أحمد عبد الحكم من بوردين وأهل بوردين. أهلا السلام عليك. ببوردين وأهل بوردين حبايبنا كلهم. ربنا يخليك يا رب، الله يكرمك. بشكرك يا حاج عسكر على اتصالك، وان شاء الله نقول لك على شوربه فواكه البحر. هناخد كميه كبيره من الكفته، قطعه كبيره اهي، ونعملها دايره او زي ما انتم عايزين، شكلوها زي ما انتم عايزين. ننزلها كده ونروح نحطها على الشوايه، وبعدين ناخد واحده تانيه
حد هيقول لي ده شكل الهامبرجر. اه شكل الهامبرجر ما فيش مشكله، بس دي كفته لذيذه قوي. لو عايزين تصغروها انتوا ما فيش مانع، عايزين تقدموها كده بعد ما تشوها ما فيش مانع برضو، يعني انتوا اصحاب الشأن. اهو ناخد كمان حته. شايفين؟ الكمية هتعمل لها تقريبا 5 قطع من الكبار دول تقريبا. اهو هناخد واحدة كمان. وهنقدم مع بعض زي ما قلنا الكفتة دي مع بطاطس بيوريه. اخر واحدة، يعني الكمية كلها عملت 5 وحدات حلوين قوي، على قد افراد الاسرة، كل واحد من الاسرة ياخد واحدة. بعد ما نحط الخمسة هنروح عشان نعمل مع بعض الصوص بتاعنا. وزي ما قلت لكم الصوص بتاعنا عبارة عن بصلتين متقطعين، بصلايه متقطعة شرايح ومعلقتين زبدة. ولكن هنشوح الأول هنا في معلقة زبدة المشروم، وهناخد هنا البصل. حطينا بصلايه الشرايح مع معلقة زبدة واحدة، شايفين؟ ونقلب. ليه؟ عشان خاطر البصلايه دي انا عايزها ما تتحرقش، فانا عشان كده شلت الطاسه السخنه. لاحظتوا ان انا شلت الطاسه السخنه، في درجه الحراره الموجوده في الطاسه باخد السخونه، يعني بتسوي معايا البصلايه، بتسويها كويس قوي. وهوريكم دلوقتي الخبز بتاعنا بعد ما شكله النهائي طلع اهو. هات يا احمد، شايفين ده شكله؟ يعني احنا عاملين واحد قبل الهوا وواحد دلوقتي قدامكم وبالهنا والشفا. نركن بقى البصل ده شويه لغايه ما نشوح المشروم. هنشوح المشروم اللي هو الني، المشروم اللي هو الطازه معايا. ونبص كده على اخبار الكفته ايه. شايفين؟ هنا الكفته دي بعد ما تخلص كده هدخلها الفرن شويه، لازم تكمل تسويتها معانا شويه. الكفته بعد ما تخلص هنا تاخد الوش الثاني، هندخلها على صينيه في الفرن. وادي المشروم بدا يتشوح معانا. هنيجي بقى هنا نحط المشروم على البصل. واول ما يبدا يدبل وينزل ميته هنطفيه بالخل العنب، ونزود له مشروم الشيتاكي، وهنديله شويه دقيق عشان يربط معانا، وشويه الصويا صوص اللي احنا قلنا عليهم، يبقى معايا الصوص جاهز نقدمه مع الكفته. ولكن احنا هنقدمه مع بطاطس بيوريه. بطاطس البيوريه بس سهله قوي يعني، وبسيطه وكلنا عملناها قبل كده. انا بجيب كميه من البطاطس اقشرها، احطها في ميه فيها ملح وفص ثوم بس متقشر، واسيبها تستوي مع بعضها. وبعد كده باخدها اعملها بالهراسه، وانا بهرسها بصفيها من الميه الاول وهرسها بالهراسه، واحط عليها لما مثلا عامل كيلو بطاطس بحط عليه نص كوبايه زبده ونص كوبايه من الكريمه ونص كوبايه من اللبن وبشره جوز الطيب، واتبلها. يبقى عندي البطاطس البيوري جاهزه. عشان كده احنا ايه هناخد نعمل الصوص بتاعنا اهو. اول ما عندي المشروم مع البصل بدا يخش في السوا اهو، نطفيه بالخل ونديله بقى رشه دقيق عشان تربط معايا الصوص. نقلب كمان رشه، وبعدين هنحط عليه المشروم اللي احنا قلنا الشيتاكي. يبقى انا عندي كده نوعين من المشروم، وبعدين الصويا، وبعدين اخر حاجه كوبايه المرق. واسيب كل ده يغلي مع بعضه عشان يتكاثف ويستوي مع بعضه وياخد كل النكهات والروائح، ونقدمه مع الكفته بتاعتنا كمان البطاطس البيوريه. عشان كده هناخد ده ندخله الفرن. الكفته اهي تكمل تسويتها، وفي نفس الوقت هنعمل ايه؟ هنستاذنكم هناخد فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نوريكم شكل الكفته عامل ازاي وكل حاجه. ارجوكم ما تسيبوش المكان،
خليكم تابعينا على تلفزيون الحياة عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد على تلفزيون الحياة فقط، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض زي ما قلنا الكفتة، ولكن بصوص المشروم. صوص جاهز اهو، هنشيله دلوقتي من على النار، بس هنديله شوية ملح صغيرين ونرفعه ونشوف الكفتة اخبارها ايه. وادي البطاطس البيوريه، انا هغرف في الطبق دوت واحدتين مثلا، مش اكتر من كده عشان خاطر كده تغرفه على قد فرد او فردين مفيش مشكلة. هنروح نبص على الكفتة اخبارها ايه. هي دي الكفته، ونجيب السلطول، شايفين ده شكل الكفته بتاعتنا. ناخد معانا مقصوصه كبشه زي ما انتوا عايزين، تغرفوا شويه من الصوص الاول على البطاطس البيري، كمان شويه، وبعدين ناخد قطعة من الكفتة عليها، ناخد كفتة واحدة كمان، وبعدين جربوا انتوا بقى الطعم والشكل والنكهة تبقى عاملة ازاي. عارفين ان الواحد ايه يعني، انا بحب دايما اجيب لكم كل الحديث كل الجديد الموجود معانا في عالم الطهي. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض اللينزا تارت. لينزا تارت بمربى كريمي فيتراك، انتوا عارفين ان مربى كريمي فيتراك مربات رائعه متربين عليها كلها، هي هرسوها علشان خاطر تبقى سهله الفرد في اثناء يعني في اثناء التقديم او في اثناء عمل السندوتشات. عندنا انواع من المربى كتير جدا، احنا هنختار نوع النهارده، وعندنا كمان سيرب فيتراك. عندنا الجديد في سيرب فيتراك ان هم عاملين المانجو، سيرب المانجو. تعالوا مع بعض نروح علشان نعمل اللينزا تارت بمربى فيتراك. مقاديرها سهله وبسيطه، هي عباره عن عجينه، العجينه 100 جرام من السكر البودر، 200 جرام من الزبده، وكمان عندنا 400 جرام من الدقيق، و50 جرام من اللوز المطحون، ورشه رشه من الفانيليا، وعدد 2 بيضه. اقول تاني المقادير عشان تكتبوها: 100 جرام من السكر البودر، و200 جرام من الزبده. هنقلبهم مع بعض، نسيبهم يختلطوا جامد قوي، وبعدين 400 جرام من الدقيق، عليهم 50 جرام من اللوز المطحون، 50 جرام من اللوز المطحون برضو، هنقلبهم مع بعض، وهنا رشة فانيليا وعدد 2 بيضة. دي العجينة. أما الحشوة هتختاروا انتوا اللي عايزينه. عندنا هنا مربى فيتراك كريمي بالتين أو بالفراولة، او زي ما انتم شايفين بالمشمش، مش عارف انا متحير، ثلاثه احلى من بعض، ولكن انا هاخد الفراوله. افتح دي يا احمد من فضلك. يبقى احنا كده جاهزين علشان خاطر نعمل مع بعض الليزر تارت اهو. حطينا هنا 100 جرام من السكر، عليهم 200 جرام زبده، شايفين بقى عاملين ازاي. هنيجي بقى نحط البيض، بيضه ورا يعني، بيضه وبيضه كده، واحدة هي الأول، ونسيبها تتشربها، وبعدين نحط الفانيليا، وبعدين نحط كمان البيضة التانية، ونسيبهم يتشربوا كده مع بعض. بس عايز أنزل الحروف، نبطل كده ليه؟ علشان خاطر يبقى كل الخليط مع بعضه متناغم يعني أهو كده، ونسيبهم نقلبهم مع بعض كويس. في النهايه هضيف البيض مع اللوز المطحون. لو انتوا حابين تحطوا جوز هند مفيش مشكله مكان اللوز، لو عندكم جوز هند مبشور حطوا جوز هند مبشور مكان اللوز مفيش مشكله. هنرفع ونضيف الدقيق مع اللوز دفعه واحده، ونقلب كله تقلبتين يعني عشان تبقى هشه
كتر التقليب في العجينه دي بالذات او في العجائن بتاعه البسكوتات بيخليها تبقى ناشفه. احنا عايزينها بس تختلط مع بعضها. العجينه بتبقى طريه سنه ما فيش مشكله اهو. خلاص هرفع ننزل كده. اهو هتلاحظوا حاجه ان هي بدات تتجانس مع بعضها. ناخد كل الزيادات دي ونجيب الفورمه بتاعتنا اللي هنعمل فيها التارت، لان احنا هنعملها هتشوفوها دلوقتي. هنجيب شويه دقيق عشان نفرد عليهم. بس طبعا اي عجان بتاع البسكوتات يستحسن ان هي تكون زي ما بنقول ترتاح شويه، لكن احنا طبعا عشان الوقت دايما بنشتغل على طول. اهو خد الزيادات كلها هنا، العجينه اهي، ناخد كل اللي في الحروف عشان كل الحاجات دي طعمها حلو قوي، ما نسيبهاش. حتى اللي يفضل عندنا، عارفين يعني ايه اللي يفضل عندنا؟ لو انا خلصت العجينه فاضل مني شويه اعمل بقى بسكوتات صغيره كده تبقى حلوه قوي. ده العجينه هنقطعها تلت وتلتين. يعني ايه تلت وتلتين؟ يعني هناخد كده حته كده ونخلي قطعه على جنب، وناخد دي علشان نفردها برضه بالدقيق وعلى الدقيق. ونجيب بقى الفورمه بتاعتنا من غير ما ندهنها حاجه. ليه؟ لان فيها زبده، فيها زبده. شكرا. انا بفردها بايدي لان العجينه طريه وحلوه مريحه، يعني مش هتتعبني وانا بفردها. ناخد المسافه اللي انا عايزها وارفعها بالراحه خالص واحطها فين؟ في الفورمه. سكنها لاول مرحله، شايفين؟ واخد الزيادات اشيلها برضو بسكينه كده اهي. وزي ما قلت لكم الزيادات دي مرميهاش، ما احاولش ارمي حاجه. انا اخد الزيادات دي كلها علشان اعمل بيها بسكوتات صغيره. خلاص. وهنجيب المربى بتاعتنا ونجيب معلقه ونقلب. ايه يا مجدي؟ اهو فضي مربى فيتراك كريمي اهو، ونفردها. ناخد كل البطرمان بقى عشان خاطر مجدي يستمتع معانا النهارده. اهو معلش بقى سامحني يا مجدي النهارده. اه والله الله يخليك كده. الله يخليك يا حبيبي. فاضل عندي الجزء الثاني اللي انا قلت عليه اللي هو التلت الصغير، برضو هرش كده بس اعمله مستطيل. ليه مستطيل؟ علشان هقطعه شرايح فوق التارت او فوق المربى بتاعتنا اهو. ليه بقى؟ محتاجه مردنه عشان تفردها مظبوطه يعني بالقدر اللي انا عايزه، بارتفاع نص سنتي. هنقطع شرايح اهو، ولازم تتشال برفق. يعني ايه برفق؟ العجينه طريه جدا، العجينه هشه وطريه جدا، عشان كده لازم نشيلها برفق. عندكم سكينه تقطعوا بيها، عندكم كم سكينه بتاعت البيتزا المشرشره دي قطعوا بيها ما فيش مشكله. طبعا انا هاخد كده شرايح اهي حوالي نص سنتي في نص سنتي، قصدي يعني هي ارتفاعها نص سنتي وعرضها برضو نص سنتي اهي. عملية المشرشرة دي بتدي شكل حلو جوه التارت بتاعنا اهو. جميل اهو. اخر حاجة بعد كده نجيب بقى القطع دي، ناخد المسافة اللي احنا عايزينها. يعني مثلا دي طويلة هنقوم قاطعينها كده، واخدين دي واخدينها في النص، ونضغط من هنا ونضغط من الاخر، وبعدين ناخد واحدة تانية نفس الطول ناخدها نعملها العكس اهي في النص، وبعدين ناخد الحروف اللي هي في الجنب بس هتبقى طولها اقل شوية اهي كده، وواحدة كده
اهو. وبعدين ناخد تاني اللي في الجنب التاني كده لغاية ما نخلص الشبكة اللي احنا عايزين نعملها، هي بتبقى شكل الشبكة يعني كده، وبقطع الزيادات كلها بإيدي بالراحة خالص، مفيش مشاكل. هفضل أكمل كده لغاية ما أخد كل الشكل اللي أنا عايزه. لقيتها تخينة شوية بشيلها، ولسه هوريكم حاجة دلوقتي حالا. أدي آخر حتة، وناخد برضو، حاضر أهو أهو دي كده. وبعدين الزيادات ألمها تاني، مرميش حاجة، واخدها احطها في الحروف الأخيرة عشان خاطر تطلع لي الشكل اللي أنا عايزه وبالهنا والشفا. شايفين شكلها؟ لسه هحط آخر حتة أهي معانا هنا، وبعدين ندخلها الفرن تستوي معانا على درجة حرارة 180 لغاية ما تستوي معانا العجينة، لأن المربى أصلا مستوية. بعد الفاصل هنوريكم شكلها وهنلملم الدنيا كده، وأرجوكم سامحوني لأن أنا كنت تعبان شوية في أول الحلقة، كنت خايف ما أكملش، بس أنا تحاملت على نفسي علشان أكون معاكم، ما أقدرش أستغنى عنكم. خليكم معانا دايما عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد ما طلعنا مع بعض التارت لينز تارت، وحطينا مشينا على شويه سكر بودر على الوش كده عشان يديله شكل الجمال وبالهنا والشفا. عملنا لكم النهارده ثلاث اكلات يا رب تعجبكم. كان جالنا سؤال عن عجينه تنفع للفطاير على طول تبقى سهله. احنا هنجيب حوالي 3 كوبايات من الدقيق، عليهم نص كوبايه زيت، عليهم نص معلقه بيكنج باودر ورشه ملح، وهنكمل العجينه بالميه. العجينه دي اسهل عجينه واكتر عجينه هشه، يعني مثلا اما نيجي نعملها ونفردها بعد ما ترتاح شويه ونحشيها باي حشوه، سواء كانت لحوم، سبانخ، جبن، زي ما انتوا عايزين، هتبقى معانا سمبوسك حلو قوي ومقرمشه قوي. دي عشان خاطر مدام الهام. اما شوربه سي فود فاحنا هنجيب راس سمكايه، بس نشيل منها الخياشيم بالعظم ونكسرها ونحطها في ميه فيها بصل وجزر وكرفس وشويه ورق لورو، ونحطها على النار تغلي، وبعد كده بنصفيها وناخد المرق، ونجيب بطاطس صغيره نقطعها مكعبات ونشوحها في شويه زبده مع شويه من الثوم او البصل، تشويحه بس. بعد كده بنزل عليها بكل انواع السي فود اللي عندي، وانزل عليها بالمرقه السخنه اللي انا صفيتها من مرقه السمك، واسيبها تغلي مع بعضها. اديها شويه كمان بودره زعفران، او اديها شويه كركم، بتبقى عندي شوربه سي فود حلوه جدا. عايز اقول لكم سريعا احنا عملنا الخبز الفكوشه ازاي. كان سهل قوي، كان عباره عن كوبايتين ونص من الدقيق، ومعلقه خميره دوبناها في شويه ميه دافيه، ورشه ملح، وكمان نص كوبايه من زيت الزيتون. الغلاف اللي على الوش كان، او التوبنج اللي على الوش كان طماطم او روزماري او زيتون، لكن انا حطيت الثلاثه مع بعض. القصه بتاعه الخبز دوت ان هو بياخد 3 مرات تخمير، يعني انا بعجنه احط عليه معلقتين من زيت الزيتون واسيبه يتخمر مره، وبعد كده احطه في بوله متغلف بزيت الزيتون لغايه ما يتخمر، واقلبه معاها، وارجع اسيبه يتخمر تاني بس بعد ما اغطيه بمعلقتين من زيت الزيتون تاني، واقلبه مع زيت الزيتون يتشربه، وفي اخر مرحله برضه بقلبه مع معلقتين من زيت الزيتون. يعني بحط له زيت الزيتون على 3 مراحل، بعد كده اخبزه بالشكل دوت. معلش بقى وقتنا انتهى، كنت سعيد وانا موجود معاكم، وبشكركم، اشوفكم بكره على خير. السلام عليكم.